اذكر، وبي سبع احتمالات، اذكر مطربين او موسيقيين عراقيين كانوا ضيوفا في برنامج ضي القمر في رمضان الماضي. يلا لبنى اذكري مطربين او موسيقيين عراقيين كانوا ضيوفا في برنامج ضي القمر في رمضان الماضي. ياس خضر. ياس خضر المطرب العراقي الكبير. المطرب العراقي الكبير ياس خضر. خطأ، ما كان موجود في هذا رمضان، رمضان القبله كان موجود الفنان ياس خضر وأخطاها. اذكر مطربين او موسيقيين عراقيين كانوا ضيوفا في برنامج ضي القمر في رمضان الماضي. حاتم العراقي. حاتم العراقي. خلينا نشوف. حاتم العراقي ايضا خطأ، ما موجود كان مع الاسف الفنان حاتم العراقي. وخلي نشوف الأخ حسن. اذكر لي مطربين أو موسيقيين كانوا ضيوفا في برنامج ضي القمر في رمضان الماضي. كل واحد هم سبعة. سعدون جابر. سعدون جابر أيضا خطأ، ما موجود كان. وخلي نشوف الأخ ياسر. اذكر مطربين أو موسيقيين كانوا ضيوفا في برنامج ضي القمر في رمضان الماضي. اكيد يقدم الشاعر الكبير مأمون النطاح. طبعا تحية كبيرة للشاعر الصديق مأمون النطاح اللي هو كان مقدم البرنامج اللي دورتين متتاليتين. كان نقول كريم. منو؟ شمة. منو؟ كريم شمة. اسمه؟ نصير شمة. نصير. نصير شمة. وهل يخفى القمر الموسيقار نصير شمة. نعم موجود، كان موجودا ضيفا وضيفا مهما. وتحية للفنان الكبير نصير شمة. نصير شمة هو أقوى احتمال أنت تقدر تقرر. نصير شمة انطاك القدرة على تحديد مع من نلعب، معكم أم معهم؟ لا طبعا هدية لهم. لا هم هدوان هديتين لازم نرد. يلا إذا شكرا جزيلا. ضمن أخطاها. ويلا أخت لبنى يجوز يعرفوك. أخ طاهر، اذكر مطربين أو موسيقيين كانوا ضيوفا في برنامج ضي القمر في رمضان الماضي. الفنان محمد عبد الجبار. المطرب محمد عبد الجبار. الفنان محمد عبد الجبار مع الأسف ما كان موجودا. بعد تشون فنان وممثل غير تابع، مو صحيح. وسارة. الفنان رضا الخياط. رضا الخياط